ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.إن مع هجر الحناشي. إي إف إم أحلى راديو على السلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. هذه ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.إن، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الإنترنت، وتنجموا زادة تتفرجوا في الإيميسيون مباشرة على موقع ميد.إن وتخليوا الأسئلة نتاعكم. موضوعنا اليوم هو التطبيب الذاتي وإلا استعمل الدواء دون استشارة الطبيب، وحاضر بحدينا الدكتور منصف بن خصيب طبيب عام ومختص في الطب البديل. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.إن. دكتور مرحبا بك بحنانا في إي إف إم. مرحبا بك هاجر، مرحبا بإي إف إم، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. نعيشك يعطيك الصحة على الاستضافة. نعيشك بارك الله فيك، يعطيك الصحة الله يخليك. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكيو بلوز أو موان باش نبسطو شوية للعباد كيفاش العباد ياخذوا دواء من غير ما يشاوروا الطبيب. احنا هبطنا للشارع وسالنا لهم العباد، حسب رايكم كان تاخذوا الدواء من غير استشاره الطبيب اسكو فما مضاعفات على الصحه العامه تنجم تصير؟ علاش جينيرالمون ديجا العباد ما يمشيوش للطبيب ولا يمشيو طول الفارماسي يمشيو ياخذوا الدواء من راسهم؟ اسكو فما دويات نجم تاخذهم من غير استشاره الطبيب، اي والا لا؟ نسمع شنو قالوا برجيبو. أنا في كونتر الدويات كيكا من غير سويفي متاع ميدسان ولا حتى الفارماسيان، دونك لازم تحطش كيكا وحدك من مخك راسك وجعك يا نخو كذا ولا ترش عليه شنو اللي فيه متاعو، خاطر هو الدواء سلاح ذو حدين، كيما نجم ينفع كيما نجم يضر. لازم سويفي متاع الطبيب، وحتى إذا كان ما عملتش كونسلتاسيون عند الطبيب تولي تستقرب أقرب فارماسي عندك وتوري تحكي لهم الكا متاعك وما نجم يعاونوك. والله انا نشوف انه الظاهره هذه حاجه قديمه مش غريبه علينا احنا التوانسه، او كان يوجعوا راسه ولا توجعوا زرسه ولا تجيه اي انفكسيون ولا الرجي ولا حاجه يمشي ديريكت الفارماسي ياخذ دواء وحده من مخه يفتي هو، معناها اون ديغي ميدسان، لا يمشي للطبيب لا يعدي ما يعرفش حتى شنو المخلفات متاع الغلطه هذه. اي برشا ناس يقول لك نمشي للفارماسي ناخذ دواء من غير الطبيب لا فيزيت، ممكن خاطر يخافوا من الطبيب سورتو جماعه اللي يمرضوا بالجريب وما مرضين برشا، طول يمشي ياخذ انتي انفلاماتوار ولا انتي دولور حاصلوا لي زونتي الكل يشريهم ويروح فرحا مسرورا، وكي تقول له راك غلط راه لازمك طبيب يقول لك انا طبيب روحي ونعرف شنو عندي وشنو لازمني الدواء. تفسيرها حاجة من الاثنين، إما تونسي تولد طبيب يفهم في كل شيء ولا يستغل حق الفيزيتا وهو عنده الحق نجم تقول، معناه خطر سي ان بو شير بارابور لي سيكتور بريفي الكل. بالرسمي لي فيزيت فاري انتر 60 و 80، معناه تجينا تحط روحك انت كان تمرض دو فوا بار موا ولا حاجة ماهيش شوية، دونك كل حد تجي تلوم تعذر يا سيدي، سوا يركحونا السيكتور بيبليك و لي زوبيتو ايتاتيك اي تو باش نجمو نعديو عادي من غير لا مرج لا عذاب لا حد شيء، سوا يتفاهموا مع لي ميدسان بريفي كيفاش الدوله تخلص مع المواطنين. معناه في الموضوع هذا ما نلومش على الناس اللي تشري دواء سانز اوردونونس، اما نلوم على لي فارماسيان اللي خرجوا دواء بلاش ورقه نتاع طبيب. حتى في فرنسا طبيب كي يمشي للفارماسي باش ياخذ دواء روحو معناتها نورمال ما يعطيوهوش حتى لو كان يوريهم اللي هو طبيب، خاطر انتردي عليهم لازمهم اوردونونس، اما لا غالب هذه تونس ماهيش فرنسا ما يعرفش على روحه شنو ينجم يصير كي ياخذ من غير اوردونونس مع الطبيب ولا قداش من حربوش، دونك ينجم حتى انه يوصل دي فشل كلوي ولا ساعات يوصل حتى للموت. باهي نشوفوا اسكو الحكايه خطيره للدرجه هذه، معناها تنجم لونجو يكون حياة الفرد إذا كان ياخذ الدواء نتاعو من غير استشارة الطبيب. احنا طبعا نزيدو نفسرو أكثر بليزوموا للعباد شو معناها تطبيب ذاتي وشنو هو بليزوموا أكثر الدويات اللي ياخذوها العباد من غير ما يشاوروا الطبيب. جوست نعطيو لمحة بليزوموا على الاختصاص نتاعك دكتور اللي هو الطب البديل باش العباد تتعرف يمكن على الاختصاص هذا. هو في الأصل ما نحبش نقول الطب البديل، نقول الطب التكميلي ده؟ لأنه كي نقولوا الطب البديل معناها احنا باش نحيو الطب الكلاسيكي الشيميك هذاك وكيميائي وباش نداويو بالحشائش ونداويو لا. هو طب تكميلي لأنه ساعات الطب الكلاسيكي عنده سليميت عنده حدوده ولذلك يلزمنا ساعات يلزمنا من مثال الطب الصيني الأباري الصينية، مثال الهوميوباتي بالنسبة للصغيرات، مثال النباتات الطبية الفيتوثيرابي الهوميوباتي، دونك هذوما كلهم النجم ميزوثيرابي، هذوما كلهم داخلين في الطب العام
في المداوات. وقت يدخل المريض ساعات ثم الفيتوثيرابي تساعده، ساعات ولد صغير ولا بنيه صغيره يلزمها الهوميوباتيه باش تبرى، ما تنجمش تعطيها سيروم، ما تنجمش تعطيها حلبش اللي ما تشربهمش، ولذلك نداويهم بالواحد. كما انسان مثال ساعات يزمو زريقه باش يبرى، يزمو زريقه باش يبرى. ولذلك الاختيار نتاع الطريقه هو الطبيب هو اللي يختار الشيء هذاك. هذا ينجم يكون توسعه للطبيب باش ينجم في عوض عنده 10 دواء يولي عنده 100 دواء، وهذا خير انفع ويوافق الاكثر عباد. بالنسبه للتطبيب هو نقولوا التطبيب فيها التاء هذيك نتاع المشاركه لانه هو مسؤول. ثاني حاجه نقولوا نجم التداوي الذاتي، ستدير انسان يداوي روحه بروحه. ما ثماش بلاد ما فيهاش تداوي ذاتي. اللي يختلف هو الأدوية اللي نستعملوها، لأنه كي تاخذ في الأدوية في الصيدلية ثم دي برودي تابلو معناها ما يتبعوش وحدهم، ثم لابد من الوصفة الطبية ثم دي ولذلك احنا المشكلة متاعنا شنية، مشكلة أنه حتى الأدوية اللي يلزمهم يتباعوا بوصفة طبية يتباعوا من غير وصفة طبية. وهذه مش حاجة جديدة. بوه اللي يجي تلوم تعذر ساعات لأنه كما قال المستمع أو المستمعة هو أنه الإمكانيات تضعف، إمكانيات مادية محدودة. معناش خاصة احنا لكسي وسوا هكل البريزون شارج، معناش هكل باش المواطن نعاونوه في 100% باش ينجم الوصفة الطبية تبدأ رخيصة. هذا كله مشكلة متاع ماديات وساعات صحة راسي. احنا ما نحبش نقول صحة راس، نقولوا للضرورة احكام. خليني من اما يلزم الانسان يكون ذكي، لانه الاستعمال متاع الاوديو عندها قيمة. ما نجموش ناخذ دويات اللي نحبوا، على الاقل نشاوروا صيدلي تو عندي كذا وكذا وكذا اش يلزمني نعمل. واحد اثنين الادوية يلزمنا نختاروهم شنو. مثال زونتيبيوتيك، ما تنجمش مهما كان المرض تاخذ زونتيبيوتيك من راسك. احنا تو قاعدين في 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 المستشفيات وفي في المستشفيات وفي كل شيء، والاطباء الخاصين وفي الكلينيكات نعانيو من لا ريزيستانس زونتيبيوتيك. ثم انسان مثال تعمل له هذا في الحاله اللي ما تضرش ريزيستانس الون تيرم، تعمل له مثال يجي عنده انفكسيون يورينير معناها جرثومه في المجرى بتاع البوله. تعمل له تحليل تلقى 25 انتيبيوتيك اللي عملت عليهم التحليل الكل ما يصلحوش، وعنده ريزيستانس عليهم مقاومه، دونك ما ينفعوش، ما عادش ينفعوه. اش نعمل وقتها؟ نقولوا هذه حاجه اخرى. ثم حوايج ساعات لي زونتيبيوتيك يغطيوا حوايج اخرين. مثال انسان عنده مينانجيت، مينانجيت معناها عنده التهاب في السجايا بتاع المخ. تعمل له التحليل وتكذا تلقاه لاباس، مسرانة زايده، خلينا نمشيو للحوايج اللي ساهلين. مسرانة زايده، اخذ انتيبيوتيك تغلط التحليل، تعمل تحليل نتاع الدم ما يظهرش، ما يظهر حتى شيء. وقتاش يظهر؟ يظهر في الحالات القصوى، وقت اللي فوت الفوت ما عادش نجمو نعملو حتى شيء. ولذلك ثم حوايج ينجم الانسان، ثم حوايج مثال ادويه يضروا يعملوا بوسوفير ماذا بينا زاده ما استعملوهمش. ثم برشا ادويه اللي تضر. ثم اللي يختلف من دوله الى دوله ومن عالم من مجتمع الى مجتمع هو طريقه التداوي. طريقه التداوي ماذا بينا ادويه اللي ما يضروش على لا بالادويه لا على طوال ولا على قرب. باش نكملوا نحكي معك جوست دكتور، نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التطبيب الذاتي والا استعمال الدواء دون استشاره الطبيب. وحاضر بحثنا دكتور منصف بن خصيب، طبيب عام ومختص في الطب البديل. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. سبيسيال سانتي باي ميد.ان. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتىكش للاربع نتاع العشيه تومتي 3:19. موضوعنا اليوم هو استعمال الدواء دون استشاره الطبيب. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. قل قائل دكتور اسكو فما قاعده عامه في اختيار الدواء؟ اسكو العبد ديجا المواطن في حد ذاته عنده القدره انه يختار الدواء نتاعو، الا في الدويات الكل وفي الحالات الكل يلزم يمشي يرجع للطبيب نتاعو؟ في جميع الحالات ثم أدوية ينجم، لأنه ساعات الطبيب ما يبداش قريب، ساعات طبيب بعيد، ثم بالبعد ثم بالزمن ثم برشا حوايج. ثم حوايج ينجم إنسان يستعملهم لأنه مواصلة المثال الوصفة قديمة، هذا في أغلب الأحيان يتعمل. هذا كله مثالش مش مشكلة، ما ثم أدوية ما يلزمش واحد كما قلنا يستعملهم. النصائح العامة هي أول حاجة إذا كان عندنا دواء قديم نشوفه علاش أخذاه
وإذا كان نجموا نتصلوا بالطبيب نجموا نتصلوا بالطبيب حتى هاتفيا من غير ما نقلقوا روحنا. ثاني حاجة إذا كان لابد ولا بد من الاستعمال على الأقل نشاوروا الصيدلي إذا كان باش نشريوا الدواء من جديد. ثاني عنه بالك اللي يقلق كثيرا زادة ما هوش الدواء كدواء اللي يضر النجم ونستعمل الدواء بالكمية مش هذيك. إنسان عنده ياخذ في حربوش على خاطر ركبته توجع فيه النجم ياخذ الكمية كبيرة حتى ينقب المعدة متاعه يولي نزيف يولي نقبة في المعدة متاعه. دونك احترام كيفية أخذ الدواء مثل تاخذه قبل الأكل ولا بعد الأكل ولا هذاك زادة كيف كيف. ربع حاجة ثم الانترفيرانس بين دواياتك الدوايات تتخلط مع بعضها كي تاخذ يبدا ياخذ دواء نتاع الدم معناها ضغط الدم ولا ياخذ دواء نتاع معده وتزيد دواء اخر قد يضر يطلع الدم. ولذلك يلزم الانسان يعرف الشيء هذا كله ما يعملش دواء هكاك كما نقولوا احنا يستعملوا عربي. وتعرف الخدمه عربي سي كوا لا ديفينيسيون نتاعها نقولوا احنا خدمه عربي على خاطر انسان من غير دراسه ناخذه على خاطر جارته ولا جارتها نفعت في وجعة الراس ياخذ الحربوش هذيك خطر جارتها برات مش كيف كيف لانه البدن ماهوش كيف كيف لانه المعطيات الكل تتبدل وتختلف من انسان الى انسان. اون بلوس ترجم لانتربريتاسيون نتاع الاعراض كيما انت تستعمل مش كيما باش يعملها الطبيب بالطبع ولا واش ثم امراض اللي فيها درجات كإنساني في النهار الاول مش كيما النهار الثاني مش كيما الثالث كيما الرابع مش كيما ثم امراض اللي تلقى فيها تختلف وعندها 40 تاخذ الميغرين تاخذ شقيقه فيها برشا انواع ما تداوش كلها كيف كيف. ثم دويات مثال نتاع الدم ياخذ الدواء نتاعك ياخذ معاه دواء اخر ينقص من المفعول نتاعو يولي يطلع له الدم دونك يضر روحه على طول لانه استعمل ثم اللي طلع الدم وثم اللي هبط الدم كما السكر كيف كيف مرض السكري ينجم يطلع السكر ينجم يهبط السكر ينجم يطيح يعمل هيبوغليسيمي معناها يطيح السكر برشا برشا ينجم يطلع السكر حتى يكون ما عندوش سكري ولا ينجم يعمل مرض السكر. ولذلك هذوما الكل يلزم الانسان يعرفهم. حاجة أخرى تثبت من تاريخ الاستعمال ثم تاخذ ساعات ياخذ باكو نتاع دواء ما يعرفش اللي هو مازال صالح ولا مش صالح يلزم هو وفاه في عام 20 وهو مازال ياخذ فيه تو في عام 22 يلزم ياخذ هذيك يشوفها. وفما دويت إذا كانت تحلت عندها معدة معينة بالطبع بالطبع اللي متخلطة خاصة بالنسبة للصغار وكل شيء هذوك معروف خاصة بالنسبة للصغار خاصة بالنسبة للنساء الحوامل ثم امرأة حبلة حتى كان ما ضرهاش كورتير معناها على القريب ضر على بعض لأنه ثم تنقص الخصوبة متاع الرجل ثم تنقص الخصوبة متاع المرأة هذوما كلهم احنا ما نعملوهمش دراسة ما نشوفوهمش احنا يلزمنا نولي نوعاو بهالشيء هذا الكل باش ما عادش نخدمو خدمة عربي نخدمو خدمة علمية لأنه الطب علم ولذلك يلزمنا نخدموه بعلم. واللي ما يعرفش يشاور ما فيه باس ما يخلش من راسه دوك علاش صحه الراس حكيت عليهم بكري خاطر ساعات يبدا يعرف وفيك ساعه يقول لك انا خالتي وبنت عمي خذيت دونك ناخذ هاني معاهم مقبل قبل ما نجي انا لهنا قالوا لي شنو ولا الماء قلت لهم التطبيب التطبيب اللوتو ميديكاسيون قالوا لي احنا عندنا 12 مليون طبيب 12 مليون سيكل 12 مليون طبيب في سمو اي نعم ده قل قال توا دكتور حسب التقريب يعني حسب التجربه نتاعك اكثر العباد استسهلوا برشا انه يمشوا للفارماسي ياخذوا دواء اللي يجي ولا فما برشا يطبقوا في سمو التوصيات نتاع الطبيب نتاعه اللي كل حق لا بيصير كلمته حق اريدها بها حق هو برشا عباد يستسهلوا ويحسبوا رواحهم عارفين بالاشياء ويداوي روحهم من روسهم دونك والحمد لله نشوفوا ساعات دي زاكسيدون كما قلنا نزيف كما نقولوا برشا حوايج اللي هذيك على خاطرها معناها اضرار وظاهره في وقته ما ثم اضرار الونتيرم اللي ما نفيقوش بها بالوقت دونك ولكن هذا الزوز موجودين ثم عباد اللي يخافوا شكون اللي يمنع الخواف الخواف ما نجمش يستعمل حتى شيء الا ما يشاور عليه اما اللي شجاع هو يتشجع حتى في اخذ الدواء حتى كيضر بيه شجاعة مخشوشة مخشوشة نعم ما يعرفش يعوم وينقص في الماء كمان مش بيه بجوز شو الأضرار اللي نجموا يكونوا الدكتور على لون تيرم اللي نجموا يتسبوا فيه إذا كان ياخذوا الدواء اللي مش مناسب للحالة الصحية متاعنا
اول حاجه كما قلنا بالنسبه للصغار هو مثال ريزيستانس للانتيبيوتيك، انه ما عادش الانتيبيوتيك يحك في الصغير، ما حاش الانتيبيوتيك يحك في انسان اللي مريض بالكلى نتاعو، يعمل انفيكسيون ريسيديفونت على على طوال. ينجم انسان يمرض بوسفير، ينجم يمرض بوسفير في الكبده نتاعو، لانه الادويه هذيك ياخذ فيها بكميه والا ماهوش هكاكا. ينجم انسان المراه مثال تنقص من الخصوبه نتاعها، معناها نسميوها احنا بقى ما نقولوش السيريليتي، نقولوا حبال عزيزه، معناها كانت باش تحمل في شهر تحمل في شهرين ثلاثه. الرجال كيف كيف تنجم تاثر على الجنين نتاعها بالطبع. هذا بالنسبه للي تحب، بالنسبه للجنين بالطبع مراه حبله وتاخذ دواء من راسها اوتوميديكاسيون ممنوع من عن باتا له هي، وممنوع على صغيرها اللي، لانه اذا كانت تحب صغيرها يلزمها ما تداويش كيما تحب هي. ثم ادويه تعداو الجنين. احنا ما عندناش توا في الحاضر الحمد لله، كانت تفكر انت مازال صغيره، ثم صغار اللي ولدوا بيد تلقاها ناقصه شويه وكذا، على خاطر كان عندنا دواء ويستعملوه تلقائيا من غير حتى شيء. سي لي زيفي سيكوندير نتاع هكا الدواء، اثار جانبيه نتاع ادويه اللي تعمل مالفورماسيون في الـ في الـ للجنين. لذلك هذا الكل يلزم انسان ياخذه بعين الاعتبار. قل قال توا علاش العباد جينيرالمون يمشي وياخذ الدواء من راسهم؟ توا برشا اقتراحات قالوها في الميكرو دوتوا. اول حاجه هو امكانيات ماديه ضعيفه. ثاني حاجه هو لا فيلغاريزاسيون. انت كيف ترى توا مع ضعف الثقافه الصحيه نتاعنا، ترى انت في انترنت محركات البحث في الانترنت. في الانترنت يعطيك كل شيء، يعطيك الأدوية والدواء إيش يصلح وإيش يعمل، أما ما يقراش لزي في سكوندير الأثار الجانبية متاعه. يعطيه كذا وكذا وكذا، دونك لذلك يحبوا زادة كيف يداوى بسرعة. دونك هذوم الكل يسهلوا عملية التداوي، ولكن بالأضرار ما تنقصش. ما عمره ولا هو إنسان يدخل يفركس على دواء ويفركس الأثار الجانبية متاعه. يفركس على دواء ينجم يكون أشي يعمل كذا وكذا باش يبرى بيه متاعه وجع راس، يحط ما يحطش المخلفات متاعه، يحط وجع راس، يحط يعطيه دواء، يعطيه ثلاث أربع دويات ياخذ منهم واحد هو. الكمية ساعات، لأنه كل إنسان يتسمى فرد عنده بصمات متاعه. ثم إنسان يبرى من حرب وشا، ثم يلزمه اثنين، ثم يلزمه ثلاثة، ولكن كثلاثة حرب شكون يعطيه؟ يلزم يفتي فيهم كان واحد برك. الإنسان ينجم يفتي، ما تنجمش إنسان في يفتي في الدين هو مش أهل دين. يلزم الطبيب هو اللي يفتي في الشيء هذايا، قداش الكمية، قداش نوعية الدواء، لأن الأدوية عندهم برشا أثر جانبية. أسكو فمش أشخاص ولا أمراض معينة منعا باتا أنك تمشي تاخذ الدواء من مخك وإلا لا؟ يلزم بالحق الاحتياط فيهم كبير برشا. هو الإنسان اللي كبر شوية ماذا بيه ما ياخذ حتى دواء إلا باستشارة الطبيب. إذا كان خاصة يبدأ عنده ثلاثة ولا أربعة أدوية أخرين متاع ضغط الدم متاع سكر متاع كذا. الإنسان اللي عنده مثال كلى يلزم في الكلى زاد كيف اللي عنده الكبد متاعه، حتى في المعدة القرحة متاع المعدة ما يلزمش ناخذ دواء تليجي. في الكولون الأمعاء الغليظة ما يلزمش ناخذ أدوية كما نحبوا احنا، لأنه هذاك الكل كيف يأثر على المسارن، يأثر على برشا حوايج، ولذلك البدن هو ككل يأثر على الرواري، يأثر على القلب، يأثر على كل شيء. اللي كورتيكويد اللي ناخذ فيهم ساعات عباد يعطيه كورتيكويد لصغارهم، رد بالك مش على خاطر تبريه في ساعة، صحيح تبريه في ساعة، كم يبرى في نهارين يبرى في نهار، يوم بعد ايش عملت؟ معناها يشري في الشبوك، سي كوم سي يغش في المرض، يغش في المرض. الغالب ربي يهدي ايش نقول ربي يهدي وكا. بي جوست سؤال واحد اخر دكتور بارابور للمشكله نتاع استعمال الدواء دون استشاره الطبيب. فما دويات نورمالمون يذولي حتى بالقانون مسموح انك نجم تاخذها من غير استشاره الطبيب. قول قايل خاطر حتى دوك كي تزيد فيهم يذولي نجم يتسببوا في مشاكل، كيفاش يلقى لاستوس خلينا نقولوا احنا بليز مو باش نجموا ياخذوا الدويات هذه من غير ما لاستوس هي سهله ياسر، هو استشاره الصيدلي. اذا كان انسان يشاور الصيدلي عنده قانون نتاع خدمه، عنده ثم دي برودوي كي سون تابلو، فهمتني ا بي و سي وهذوك الكل، ثم دي برودوي كي سون با تابلو ينجم يعملوا غير كذا، ينجم يعطيه هذوك، ينجم يعطيه مركب. ثم ويعطيه الكميه على كل باش ينجم ياخذ، ما ينجمش ياخذ اللي يحب هو. فهمتني دونك الحل سهل، هو استشاره اما الطبيب حتى بالهاتف ولا استشاره الصيدلي. واذا كان وصفه قديمه يلزم انسان استشاره الطبيب، واذا كان وصفه ما كملهاش يلزم يكمل الدواء. به باش نسهلوا
بي مثلا فما برشا عبيد جينا غالما وقت ليزيكزاما ولا حاجة يستعملوا برشا أدوية مهدئة خلي نقولوا احنا اسكو الأدوية هذه تنجم تتعطى ديجا للناس الكل وإلا لي واسكو تنجم تولي في فترة من فترات يا إما الدوية هذه المهدئة ولا حتى دوية أخرى تولي أنت مدمن على الدوية هذه؟ لا والحمد لله حتى الأدوية المهدئة اللي وقت ليزيكزاما كل شيء الصيدلي يعرف وما يعطي كان أدوية اللي هي مستخرجة من النباتات أعشاب رغم اللي الأعشاب بين قوسين قد تضر ولكن الدوزاج اللي يعطيه ديما يكون دوزاج أخف معناها الكمية اللي يعطيها ديما أخف اللي ما تضرش وما فيهاش استناس بالطبع دو لذلك ينجم إنسان في ظروف امتحان يقوي الذاكرة يقوي باش يبدأ اليقظة متاعه يبدأ فايق ديما 24/24 ثم كلهم هذوما ينجم ياخذهم ولكن زاد استشاره لابد استشاره الطبيب ولا استشاره الصيدلي لانه هذوما ما ينجمش ياخذهم وحده ما يعرفهمش هو ديجا اذا كان كانش باش يحل كما قلنا تاع الفيسبوك تاع التواصل الاجتماعي ولا يحل يحل يلقى ولكن كيف باش يشريه الصيدلي يرشده ويقولوا لو عندك هذا خير عندك هذا خير وهذا مفروغ منه باذن الله موجود يعطيك صحه دكتور الله يخليك على توضيحات هذه الكل احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتىك الشله الاربعه نتاع العشيه موضوعنا اليوم هو استعمال الدواء دون استشاره الطبيب وحاضر بحضرنا الدكتور منصف بن خصيب طبيب عام ومختص في الطب البديل اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. يفهم احلى راديو. نبدا مع اول تليفون من قليبيه معنا امل. مرحبا بك امل. مرحبا بك. مرحبا تفضل. كان عندي سؤال نحب نسلو عندي هكا تعديت وضعية خايبة معناها قعدت رياضة هكا راني ما ناكلش باش قلت تقطعت شاي كنت ما عندي كنت ما عادش ناكل بكل حتى نعمل أي حاجة باش نمشي عليها نحط باش ناكل ما ناكلش حتى المدة هذه قعدت معايا برشا بون خليت الدواء هكا قالوا لي بيه ويعمل شيء يا اخي ولات عندي نفاخ في بدني انت عليك وساعدني قصيت عليه اي حبيت نسال الدكتور كيفاش نعمل يا هاجر امل يا امل اول حاجه يا أمل أول حاجة هو أنه أخذيت دواء من غير لأنك عندك شيء من نقصت وعندك كذا وعندك كذا هذوما الأعراض الكل نجموا يكونوا متاع حاجة سهلة ما في حد شيء لأنه شيء متاع الماكلة ما هيش ريفيرانس عمدة نعملوا معناها نتعاملوا عليها إنسان يأكل ولا ما يأكلش ينجم يكون حاجة أخرى اللي هي حكاية فارغة اللي يتنقص من شيء متاع الماكلة به أما أنت مادامك أخذيت دواء ونفخك الدواء هذا لابد من استشارة الطبيب اللي يعرفك مليح ما تبعدش بعيد الطبيب اللي قريب لك هو اللي يعرف النصايح وهو اللي يرشدك اذا كان الطبيب ماهوش باش يلقى لك انت الحل باش يبعثك لشكون عنده الحل ما تاخذش دواء من راسك لانه علاش الطبيب هو راهو الطبيب يداويك ولكن انت تستشيره لانه هذاك باش ينصحك وين يلزمك تمشي كان يلزمك تمشي الكبد كبد كان يلزمك تمشي شو اسمه القلب قلب كان يلزم رواري رواري ولذلك ما تغلطش خاصة أنت قلت لي عملت شوية نفاخ ستدير واحد مش كل دويرة ويجيب شاهي الشاهي ما هيش الصحة ما هيش في السمنة والصحة ما هيش في الشاهي متاع الماكل ما هي إلا علامة الشاهي متاع الماكل دونك ما تدويش روحك بالغلط دونك امشي لطبيبك ارجع له هو بنفسه ينجم يرشدك وهو الوحيد اللي ينجم يوجهك واقرب طبيب لك اللي يعرفك واللي يداوي عنده هذاك هو اللي يعرفك خير وينجم يرشدك مليح وان شاء الله لاباس اما باذن الله ما عندك حتى شيء مخطر باهي ان شاء الله بجوست باش نضيف سؤال على سؤال نتاع امل دكتور خاطر جوني غالمون تو هي قالت مثلا انا خديت دواء عمل لي نفاخ قصيت عليه اسكو الحل كي يصيروا هكا مضاعفات ولا قلق انت ماكش مستانس به تقص عدوى أكها ولا تقص عدوى وتمشي تشوف الطبيب تشوف قديش المضاعفات هذه شنو عمل لك الدواء ذي في بدنك بخاطرهم حاجات كما قلت انت ما تشوفهمش على خاطر اول حاجه ما تشوفهمش ثاني حاجه خذت دواء الاكثر من راسها ما شاورتش عليه الطبيب يعملها ريتونسيون دو تنجم تكون كورتيكويد تنجم تكون برشا حوايج اللي هي مضره بالصحه ولذلك يلزمها ترجع لطبيبها تهز الدواء نتاعها وتقول له راني خذيت كذا وكذا قديش خذيت من حربوشه وقتاش تاخذ فيهم وقتاش عندها تاخذ فيهم ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام ست أيام فهمتني كل شيء كل كلمة نعم لأنه الطبيب هو باش يقيم الوضعية باش يقيم لك صحتك وباش يرشدك وين كاسكي الفوفير وين يلزمك تمشي باهي يعطيك صحة دكتور معنا حدا مرحبا بيك حدا
مرحبا حدا كان فما راديو بحذيك سكروا بالله وسمعني كلمة تليفون. عايشك عايشك الله يخليك تفضل حدا. دكتور انا حبيت نسألك ديما راني نمرض بجريجني ديما وعديت عطاوني قالوا لي عندك الغدة ولا شنو هي ديما طلعت لي تنصيم وما فماش رزلت عمشيت مزدك عملت ليكو واحد قالوا لي مبدئيا يعني ما تخوفش ما انا متقلقه ديما عندي التهابات ديما البلغم عندي فهمت. هذه كل حسب ما تقولي الغده با هي مسؤوله نوعا ما ولكن مادامها اكيليبري معناها معدله دونك ما تخافش منها مادام قال لك الطبيب راهي معدله. ثاني حاجه الامراض الصدريه ولا الانفكسيون ورال جراجم وخشم وكلهم اول حاجه ربما انت ما يساعدكش الكوروندير وانت تقعد في كوروندير ربما انت ما يساعدكش امشي للطبيب نتاعك ثم ادويه تقوي المناعه هكا الادويه اللي تقوي المناعه هذيك هي توا في وقتها في الخريف هي اللي باش تنجم تقوي المناعه نتاعك ولذلك جميع الحلول موجوده ولذلك ارجع لطبيبك هو ينجم يوجهك ويعطيك الحلول الاساسيه خاطر ما نجموش حتى في الاذاعه ولا بالهاتف نجموا نعرفوا الوضعيه كيفاش لازم تحليلات دم ما دامك عملت تحليلات كل شيء لازم لطبيبك هو يعرف كل شيء. وتنجم تكون خذيت ديجا دويات ولفيت لي تاخذ دويات في جرت بعضهم هي مش عارفه بالطبع هي كي تاخذ اللي تمرض في ساعه ترجع تمرض معناتها تتنفس تعرف وتعاود ترجع تمرض بالطبع تاخذ ادويه مثال دي زونتيبيوتيك تاخذ فيهم من راسها تلمو فدت من المرض وفدت من الطب وفدت من كل شيء عندها الحق باش تعمل هيك الامراض المعديه الصدريه اللي ولذلك يلزمها تو تاخذ الامور بجديه تشوف الوضعيه نتاعها من غير ما تاخذ حتى شيء من راسها. ما بين الدويات اللي بلوزوما الاكثريه العبيد ياخذوهم معناها اوردر راسهم كما نقولوا احنا مش في بالهم مهمه صحيه مثلا باغ اكزومبل الزريق نتاع الكوكتيل اسكو الزريق نتاع الكوكتيل مفيده ولا مش مفيده والا مفيده شويه عنده شويه اضرار ولا كيفاش نحسبوها الحسبه مع زريق الكوكتيل؟ احنا زريق الكوكتيل قبل كان كل مريض ما يعدي عند الطبيب الا ما يعمل 3-4 زريق كوكتيل والحمد لله الكوكتيل تنحى نحاو منه زريقه ما عادش كوكتيل مازالت كان نوع واحد دونك ما عادش كوكتيل ولكن سنوباش مازلنا تو نراو في انسان قبل ما يعدي يعمل زريقه زريقتين قبل ما يتعدى وهذيك غلطه كبيره لانه كرهبة يعمل لها زوز عجالي وتحبها تجري ولذلك الكوكتيل ممنوع عند الإنسان اللي يعرف يقول لك تو نحل المشكلة رد بالك ما ثماش حلين مشكلة بالكوكتيل الكوكتيل يوخر المشكلة ويضعفها كانت باش تجي اليوم وتجي غدوة وكانت بتجي 10 تجي 20 ولذلك الكوكتيل ممنوع رغم اللي مش موجود حتى أزرق الكورتيكويدز نحكيو عليهم ماذا بينا إنسان ما يعملهمش من راسه مهما كانت الظروف لأنهم عندهم آثار جانبية في الوقت القصير وفي الوقت البعيد. شو ما الآثار الجانبية ذوما دكتور؟ مثال مرضوا بالسكر إذا كانت دوزة كبيرة يطيحوا السكر مثال يعملوا ينقبوا المعدة معناها تولي نزيف المعدة ينجم برشا حوايج أخرين هذوما كلهم ويضعفوا المناعة لأنه إنسان كي يبدأ يخنق الإنسان مش يحلوله الواحد دونك مش الفايدة إنسان يأكل يلزم إنسان يأكل ويطلع عليه الماكلة مش الإنسان يأكل ثم إنسان يقولك جيعان تعطيه كيلو يقولك مازال جيعان وثم إنسان تعطيه 100 جرام يخلي منها دونك ما عندناش فرد قابلية للأشياء ما عندناش ما نديوش بفرد طريقة إناش ما يخسر حياته بسبب الزريقة نتاع الكوكتيل هذي بالطبع وقداش من إنسان خسر حياته بالكوكتيل هذا يبدا عنده الرجي الاسبرين ولا حاجه ياخذ كوكتيل من الحمد لله تو تنحات الكوكتيل ما عادش كوكتيل باهي من بكري شفت دكتور انت جبت على الادويه اللي الباز نتاعها هي الاعشاب فما برشا عبيد ممكن يستسهلوها بلوزما يقول لك ابخيتو هاكم اعشاب معناها باش يعملوا لي انا ذوما مش باش يضروا لي اسكو الادويه نتاع الاعشاب هذه حتى لو كان المصدر نتاعها اعشاب اسكو فيها مضار والا ما فيهاش مضار؟ بالطبع لانه ما ثماش ثم حشائش اللي يضر هما بنفسهم النباتات ثم نباتات مسممه دونك ولذلك ما تنجم تاخذها كان باستشاره الطبيب ثم نباتات كيف اللي يضر المعده مثال كي تاخذ القرفه كي تاخذ الكل يقلق المعده عود قرنفل يقلق المعده برشا يقلق المعده ولذلك الحار يقلق المعده كيف لذلك الحاجه الوحيده من نجمو المثال انسان ما يهضمش مليح احنا عندنا كاس ماء وقارس
نعملوا كاس ماء وقارص مش برشا قارص 10 قارص في كاس ماء ما يلزمش الماء بارد. يقول لي ناخذ سيترونات. السيترونات تضر على نوعين، تضر بالبرد نتاعها وتضر بالسكر نتاعها. ولذلك احنا السيترونات نتاعنا كاس ماء وفيها 10 قارص بعد كل ماكله، لانه القارص من حكمه الله انه كي يبدا البرة يبدا اسيد، كيبدا في وسط المعده يولي باز الكالم لاسيديتي نتاع المعده وينحي الحموضه نتاع المعده. هما حتى بخلاف الدوائي الدكتور، حتى الاعشاب في حد ذاتهم فما عباد يستسهلوهم. ما يلزمش شيء، ما يلزمش نستسهلوا، لانه كل شيء لازم نشاوروا عليه. ثاني حاجه مثال الاعشاب، ما تداويش ساعات انسان يبدا عنده صدر ويوجع فيه ويكح وكل شيء ويستعمل زنجبيل. الزنجبيل ما ينفعش الصدر. ثم نباتات مجعوله للصدر للجهاز التنفسي، ثم نباتات مجعولة للجهاز الهضمي، ثم نباتات معينة مجعولة للكلى، ثم نباتات عندها قيمتها راهي أدوية، راهي النباتات ماهيش مسيبة راهو أدوية. ثاني حاجة حتى النباتات مش كيما الأدوية راهو. إنسان يقول له تعطيه نوع من الحشيشة نجم تضره، ثم تضر الكبد. الكبد زاد كيف كيف ما تجيبش تعطيها الحشايش اللي تحب انت. يلزم الكبد تعطيها دواء. مثال انسان عنده مثال حجره في المراره وياخذ نوع من الحشايش اللي تزيد تعمل يسميوها كوليريتيك، معناها تنجمك الحجره هذيك تمشي من تسكر مجرى من المجاري. ولذلك ما يلزمش انسان يعمل اللي يحب هو وكما يحب هو. حتى النباتات عندها يلزم استشاره الطبيب فيها. بالطبع الاطباء اللي يعرفوا مش كيما يجي. ليفونتوز الحجامه. الحجامه قاعدين يسالوا توا، ثم انسان ثم عباد يحبوا يعملوا الحجامه في كل وقت. في الشتاء في الربيع في الخريف في كل ما يجيش. وثاني حاجه مش كل الاعمار. الحجامه فيها قانون، قاعدين كل نشوفوا نسمعوا بالهاتف بالله النجم نعملوا مش هكا. الحجامه فيها قانون، والحاجه لازم بالشهر تمشي بشهر الدوزيام بارتي نتاع الشهر العربي، لازم الشهر القمري. ثاني حاجه ثم فيها ليزيكينوكس في الخريف ولا في الربيع، ما تعملهاش هذايا للوقايه ماهوش للماء. وبالنسبه للوقايه الحجامه فينا الموسيكوا هو بوردريني باش نحيوك الماء الزايد، باش نحيو ندور الدم باش كذا. علاش انسان صغير ولد صغير عمره 30 سنه ويلتجي للحجامه؟ ما عندوش الحق، عنده 3 كيلومتر كل يوم يمشيهم على ساقيه. يلزم هكا يتحرك، الحركه هي اللي اشترى الدواء. وحتى في الحجامة يذولي فما أمراض معينة ممنوع منعا باتا. بالطبع إنسان يأخذ في دواء يسيل الدم ويعمل حجامة ما يجيش. دونك ثم أدوية ما يجيهاش، ثم بدنات ما يجيهاش حجامة. ولذلك كل حاجة عندها قانونها، ماذا بينا نتبع القانون. مش إنسان ينجم يحرق فيه وستر ربي، ما ينجم يحرق فيه ويعمل لك سيدون عليه. وبربي جوز سؤال على الحجامة على خطر متداولة برشا توا الحكاية ولات هذه بتاع الحجامة. اسكو هي حاجه يعملها كان الطبيب اكهو، معناها يختص فيها كان الطبيب اكهو، ولا فما عرش يعني انسان هو في الاصل كل. هي في الاصل الحجامه موجوده عندنا حتى في الدار قبل. كانوا نساء كبار ورجال كبار يعملوا حجامه في دارهم، كل انسان عنده ليفونتوز نتاعه وعنده كل شيء. وهالتوا ولات العباد الكل يعملوا في الحجامه. ماذا بينا لا، الحجامه راهو فيها امراض، نجم تمرض بوصفير تنظم كذا. يلزم الماتريال اللي تعمل به يلزم يكون نقي، يلزم يكون ستيريليزي، يلزم برشا حوايج اللي تكون ماش حجامه كيما يجي. ومش الانسان اللي يجي اللي يحب يعمل الحجامه. الحجامه فيها قانون، يلزمنا كل انسان يعمل الحجامه تبع القانون. واذا كان انسان صغير عندك في التداوي والا في الوقايه. في الوقايه حاجه، في التداوي حاجه. يلزم استشاره انسان عارف بالاشياء. ما ينجمش انسان يسال حتى الاطباء، الاطباء ما ينجمش يجاوبك على الحجامه تصلح ولا ما تصلحش. لانه اذا كان ما يعرفش الحجامه كيش تعمل ما ينجمش يجاوبك. دونك يلزم انسان اللي يعرف كيفاش، وما تعملهاش في 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 السوق وفي من عرش وين في وين يجي. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشي لتونس معنا منيره. مرحبا بك منيره. مرحبا منيره تفضل. انا خليت نحكي معك على حاجه تخصني الويد. معناتها كل ما تتعرض لوعكه صحيه تمشي ديريكت معناتها تاخذ دواء من الفارماسي من غير استشاره طبيه من غير حتى شيء. وكي نسمع بانا معناتها نقول لها علاش عملت هكا عشان يهزك الكليبسي، تقول لي ليه وجيعه هكا تمشي معناتها تنحى بالدواء والكل. اسكو معناتها اللي تعمل فيه هي فما مضاعفات على صحتها ولا لا؟ دويتي التخسيم تاع شنيا مش من غير ما نسميه دويتا، ما جوست بلوزوموا الاعراض شنيا؟
نعم الاعراض على شنو تاخذ فيهم الدويات هذو؟ معناها جريب، معناها خذيت هواء؟ اي جريب راسها، مره تقول لك شيء توجعني، كل مره وجيعه معناتها تجيها تعمل هكيك. باهي هذاك يدخل في المنظومه العامه نتاع التداوي بال يلزمها بالطبع ما تاخذش ادويه نوع من الادويه. اذا كان تاخذ في ادويه من غير مهمه ماهيش مضره على الطويل ولا على القصار تنجم، اذا كان ما عندهاش ادويه اخرى تاخذ فيها تنجم تاخذ بها الغالب. اذا كان استشاره الصيدلي لابد من استشاره الصيدلي، هيك تمشي للصيدلي باش تشري دواء لازم باش يسالها ليش باش تستعمله وقداش باش يعطيها الدوزاج اللي باش تستعمله والكميه اللي باش تستعملها والفتره باش يقولها لها الكل. هذا الكل احنا هذايا كله ما يسالش على خاطر اذا كان هي من الاحسن تستشير الطبيب نتاعها، اذا كان ما تنجمش على الاقل تاخذ راي الصيدلي لانه يعرف ايش يلزم يعمل. باهي يعطيك الصحة دكتور. وجست اقفلها وقفة حازمة منيرة، ما تنجمش تقفلها وقفة حازمة على خاطر بالنسبة للأم الطفلة ما نسمعوهاش. لأن بنتها تكتب صحتها في اللعبة. أما صحتها هي ربي يسترها، ربي يسترها، ربي يحفظها، احنا ربي يحفظها ويسترها. أما كتب الصحة في اللعبة دونك فوميون مسيلش نتشدوا شوية حتى مع البنتين نتاعي. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الأربعة نتاع العشية. موضوعنا اليوم هو استعمال الدواء دون استشارة الطبيب، وحاضر بحدينا الدكتور منصف بن خصيب طبيب عام ومختص في الطب البديل. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذايا مرحبا بتليفونيتكم على 31 380. IFM Special Santé by Med.TN. شحال لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربع نتاع العشيه. موضوعنا اليوم هو استعمال الدواء دون استشاره الطبيب. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380. نشوف بنزرت معنا محمد علي، مرحبا بك محمد علي. السلام عليكم، مرحبا بجميع مستمعين راديو IFM. مرحبا تفضل. عافاك دكتور، مرحبا بك. بلاش نسالك انا البريود دوك اللي مرض بالكوفيد تاع مناول خديك برشا هذه زونتيبيوتيك، معناها برشا مضادات حيويه، منها مضادات حيويه قويه معناها ضد بكتيريا مختلفه، مسير بغرام موش بغرام كل شيء من غير تحاليل. اسكو لي زونتيبيوتيك هذوك ينجم ياثروا لي لها راخر اذا كان تجيني انفكسيون ولا حكايه تيلي ريزيستونس؟ واذا كان تيلي ريزيستونس كيفاش شنو الحل معناها؟ والسؤال الثاني اسكو لي ميسكول لاكسوم على بالنسبه لوجعات الرقبه والفاس والكل نجم ناخذهم بريود طويله من غير مع نجم ناخذ دوين في الميور لاكسوم من غير اوردونونس والا لازم استشاره طبيه وكل شيء؟ اول نبدأ بالسؤال الثاني ونمشيو للاخر. بالنسبه للميورولاكسون ماذا بيك ما تستعملوش برشا، لانه يعمل ميورولاكسون كان تاخذ حتى دوزه كبيره نتاع الميورولاكسون ينجم حتى يعملك جيران الجوف. ولذلك ماذا بيك لا، خاصه الميورولاكسون هو في الاصل هو باش يعمل بورولاش لي ميسكل. الحركه قد ما تمشي، علاش ما مشيش للبحر في بنزرت العام هذا؟ علاش يلزمك تمشي للبحر، تمشي تعوم، تمشي كذا باش تحرك لي ميسكل نتاعك؟ خاصة صغير ما عندكش الحق في باش لي ميسكل يبداو مكبوسين برشا. ولذلك إذا كان لي ميسكل يبداو تلتجي للميورولاكسون مش على خاطر ميورولاكسون أنت تعمل، على خاطر علاش لي ميسكل مكبوسين؟ علاش العضلات مكبوسين؟ سيرتانمون ثم شوية ستريس، ثم كذا، ثم شوية خوف ربما من الكورونا اللي مرضت به. والكورونا راهو حتى كي تبدا إذا كان خذيت ديزونتيبيوتيك برشا ما عنده حتى قيمة إذا كان خذيتهم على قاعدة عطاهم لك الطبيب. ولذلك عندك جميع كل شيء معاك، الحركة. ثاني حاجة رد بالك النظام الغذائي، تبعد على زيادة الأكل، يلزمك ديما تعرف إيش تأكل، ما تقومش ما تشبعش برشا، نحي السكريات، نحي الملح برشا والحركة وكل شيء تريقل إن شاء الله. قالك هو كيفاش نجم نصلح إذا كان الانتيبيوتيك هذا ما عادش نجم ينفعني؟ فيها صلاح الحكاية ولا سيء؟ لا ما ثماش ما نجمش هو يحكم هكاك اذا كان ما نخدموش باذا كان. دونك هو توا في الوقت الحاضر اللي خذاه واللي تعمل يلزم يصلح الوضعيه باش البدن يولي دافع، المناعه نتاعو تولي دافع، المناعه نتاعو باش تولي دافع. اول حاجه الحركه، ثاني حاجه النظام الغذائي. الحركه رد بالك مش حاجتناش بسبور بور فورمي دي ميسك باش تكون دي ميسك، حاجتنا باش تدور الدم. يلزم قليل ويدوم خير من كثير ما يدومش. نجم تعمل ساعتين في الجمعه كل سبت تعمل ساعتين، لا احنا نحب ربع ساعه كل يوم خير من ساعتين في الجمعه. هذه حاجه من ناحيه الحركه. ثاني حاجه بالنسبه للنظام الغذائي تبعد على السكريات، تبعد على الملح، ونقص من كل شيء اللي ما ساعات ما تاخذش حاجه بزياده لانه ما نجموش نحرموك زاده ما تاكلش نجم يريزوليون بروبليم. ماهوش مش حل من الحلول، مازلت صغير
كل كل شيء، ما تزيد من كل شيء، ما تزيدش برشا، ولكن كل شيء ب بالمخ مش بالقلب. فما حاجة أخرى زيد دكتور ياخذوا فيها زيد العبيد كما يحبوا هما، اللي هما لي كومبليمون اليمونتير. يقول لك ما سهلين ما فيهم شيء، الناس كل تاخذ فيهم وشعرها وتوفرها وما نعرف شنيا انا دونك ياخذوهم. اسكو فيزابل تاخذهم قد ما تحب انت بالدجاج اللي يساعدك انت على المده اللي تساعدك انت، والا حتى في هذوكم زيد يلزمك تستشير طبيب ويتاخذوا على اساس تحاليل؟ من من المفروض هو انه يستشير اللي باش يبيع له الكومبليمون اليمونتير، يلزم يشاور الصيدلي اللي باش يبيعه له. واحد اثنين، لانه في لي كومبليمون اليمونتير ثم قانون ما نحطوش الدوزاج كبير، نحطوا مثال حبه حبتين في النهار اللي هما النجم يخلط ساعات في بعض الادويه مش في كل شيء حتى لستة سبعة. ولذلك الطريقه اللي ياخذ بها ساعات ما تبريش بالكل لانه ياخذ في كما قلنا ربع الدوزه. ولذلك يلزم اول حاجه استشاره الصيدلي، هو الوحيد باش يعرف الكومبوزيسيون. وثاني حاجه الكومبوزيسيون اللي موجوده في الكومبليمون اليمونتير ساعات ماهيش معناها ما تاديش الوظيفه كما يلزم. لذلك الصيدلي الوحيد اللي نجم يجاوبه باش يعرف يجاوبه في كل كومبليمون اليمونتير عنده قيمته. لانه عندنا تبارك الله كومبليمون اليمونتير برشا دي كومبليمون اليمونتير، دونك يلزم استشاره الصيدلي قبل استشاره الطبيب. اسكو يتاخذوا بالتحليل ولا لا؟ ثم اللي يتخذوا بالتحليل على خاطر اذا كان ما ياخذوا من يضروا في حاجه اخرى. اما ثم اللي ياخذهم غير التحليلات من خارج الصيدلي يعرف كل شيء. اذا كان يلزموا بالتحليل ما يعطيهش حاجه اللي بالتحليل، اذا ولا يقولوا امشي اعمل التحليل باش نجم نداوي يكون نعطيك الشيء هذا. يعطيك الصحه. معنا انس، مرحبا بك انس. عايشك عسلمه. مرحبا تفضل. عسلمه دكتور، حبيت عايشك حبيت نسالك. انا عندي برشا وجع في ساقي، معناها بيسك خدمة تتطلب ياسر الوقفة وكل، وليت خديت معناها دواء معناها من غير ما معناها ما شاورت طبيب لا حتى شيء. وفي بريود هذاك نتاعي معناها توا قاعدة ناخذ فيك معناها ينجم يأثر معناها عليا، وإلا حبيت نعرف معناها أثر على صحتي ولا لا. بالنسبة للساقين زوز عودة هزين بشر، إذا كانت يدودة بصحة شوية ونهار الكل واقفه حاجه عطيه يديه باش ساقيك باش يوجعوك. ولذلك يلزم اذا كانت نجم ساعات في بعض الاحيان نعملوا ريكلاسمون بروفيسيونيل، سيتادير كو البقعه اللي تخدم فيها يعملوا الكرسي يعملوا الكذا واللي يبدلوك البوست اللي تخدم فيه. باهي. اثنين، الكميه اللي يلزم ثم ادويه باش يعاونوك على الدوره الدمويه، لانه ورد بالك هذا الكل اللي تشكيلي منه مازلت صغيره، ما قلتليش عمرك الاكثر بالصوت، مازلت صغيره. ما تكثرش من الوقفه برشا وما تاخذش ادويات برشا، لانه الادويات اللي يجريو الدم هذوك باش يدوروا لك فينوتونيك يسميوهم، ينجموا ياثروا لك على الدوره الدمويه نتاعك، على الدوره السيكل نتاعك، على برشا حوايج اخرين. ولذلك يلزم استشاره الطبيب. الاطباء الكل يعرفوا الشيء هذايا ويقول لك وقتاش تاخذ، وقتاش تنقص في الدوزاج، وقت كذا، يعرف البدن نتاعك قداش الوزن قداش كذا، هذوما يتخذوا بالعلم ماهوش بالكاكا مصيدلي طول. من المستحسن استشاره الطبيب والاطباء الكل يعرفوها. ما فما حاجات اخرين زاد ياخذوهم بلوز او موا العبيد، وجينيرالمون ما يحترموش المده خلينا نقولوا. واحنا اليوم ساعات فشفشات نتاع الخشم، نقول لك كيف فشفشه نتاع الخشم نورمال، نجم فشفش قد ما نحب الطول اللي نحب عليه، هنا وقتاش حليتها وقتاش توفى الصلوحيه نتاعها ما يسالش عليهم ولا ما يعرفش ولا ما يقولولوش ويقعد يستعمل فيهم. اسكو عندهم مدار فشفشات نتاع الخشم ولا لا؟ الفشفشات نتاع الخشم فيهم برشا انواع. اول حاجه ثم اللي فيهم كورتيكويد، هذا كان ممنوع منعا باتا واستشاره الطبيب لابد منه. ناخذوا الفشفشات نتاع الخشم اللي جينيرالمون يبداو ما بحر. في ما بحر ماهوش الاستعمال نتاع الفشفشه هو اللي بري، كيفيه الاستعمال نتاع الفشفشه هو اللي بري. لازم كي انسان ساعات يعمل بالفشفشه الماء يهبط يزيد يعاود يهبط لانه الخشم مسكر من تالي، يلزم الضربه تبدا قويه باش تولي تسرح الخشم من تالي، لانه طريقه الاستعمال هي اللي بها الفائده. ما بحر تتفصى ما يضرش، ما يضرش. اما نحيو الكورتيكويد ما نستعملوش ما نحكيوش عليه لانه ما يجيش حتى في الكونسي في كل شيء. والاخرى يلزمها استعمال، يلزمها كيفيه الاستعمال، طريقه الاستعمال هي اللي بها الفائده. باهي. فما زاده برشا عباد يستعملوا دويات بلوز او موا تنقص شويه في الميزان، اسكو نجموا يستعملوهم كما يحبوا ولا لا؟
سؤال يلزمه حتى 10 سوايع. علاش؟ على خاطر النقص في الميزان العباد الكل سيتبونش معناها ثم اوبيزيتي، ثم سيربوا، وثم الميزان نان. اذا كان انسان زايد 4 كيلو 5 كيلو ما يتسماش، ما ينقصش في الميزان، يلزم ما خمموش في الميزان، لانه الميزان هو بنفسه سيت اون كونسيكونس لوجيك دي شوز. انسان ما يستحفظش على روحه، ما يمشيش، سي نورمال باش يزيد في الميزان. ولذلك ساعات اذا كان نحبه، ثم انسان ياكل قد ما خبز في النهار تطلع عليه ويزيد عليها 10 كيلو، وثم انسان ياكل ناقه الله وسقياها وما يزيدش في الميزان. ولذلك الميزان لابد من طريقه معينه باش نقصوا في الميزان. في اغلب الاحيان هي الحركه الحركه الحركه، لانه انسان ما تحرمش روحك، لانه الحرمان سي تون سوفرانس كما الميزان، ولكن يلزم الحركه الحركه الحركه. بهياتك صحه دكتور، الله يخليك. احنا بلوز او موان قريب نكملوا، مازالوا دقيقتين في عمر ليميسيون، جوست نحاولوا نحوصلوا لهم بلوز او موان علاش ما يلزمش يستعملوا الدواء من غير استشاره الطبيب. تو سويت في الكونسي دو شوخ. كونسي دو جو، تفضل دكتور. هو التداوي بنفسه بطريقه عشوائيه هكاكا يضر، ولذلك نحب انسان ما يستعمل الادويه كان الادويه اللي ما تضرش لا على طوال او على اقصر. ثانيه حاجه، ثم ادويه باش ياخذها يشريها، دونك يلزم يشريها من الصيدلي وياخذ راي الصيدلي، يستشير عليها الطبيب نتاعو، لانه يقرا كالبروسبكتوس هكا الورقه اللي موجوده، لانه ثم شكون قال لي ما نقراش الورقه على خاطر نخاف. تي بالضبط هو هذيك الورقة مجعولة باش إنسان يخاف، باش ما يعملش هكا الأوتوميديكاسيون هكا التداوي بذاته. ولذلك ثم حوايج ممنوعة، ثم حوايج مش ممنوعة. الإنسان هو ماذا به إنسان، الثقافة الصحية قبل كل شيء، يلزمنا نستعمله كان اللي يلزم نستعمله واللي ما فيهش أثر جانبية على طوال. وإذا كان لابد من استشارة طبيب، لابد من استشارة طبيب ولا الصيدلي، هذاك مفروغ منه، لابد منه. وحتى كان صارت مضاعفات ولا حاجة يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته. وحاولوا نلقفوا الحكاية، ونحاولوا نلقفوا الحكاية في الطبع. في الطبع بيانسي. يعطيك صحة دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. دونك كان بحضينا دكتور منصف بن خصيب، طبيب عام ومختص في الطب البديل. ميرسي لشيماء محمد في الاعداد، ميرسي لامين في الاخراج، ميرسي لايهاب وايمان في اي اف ام تي في. دونك كنت معكم هجر الحنيشي، ما بقالك مش نقول لكم، كان باي باي في الامانه. الو اي اف ام سبيسيال سانتي.